شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبحضور أكثر من 700 فنان وضيف يمثلون حوالي 65 دولة عربية وأجنبية مساء الجمعة افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الأولى والذي نظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تحت رعاية سموه خلال الفترة من 19 إلى 29 من فبراير الجاري. شهد حفل الافتتاح إلى جانب سموه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس اللجنة العليا للمهرجان والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ووزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة لانا وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وممثلين عن وزارات الثقافة من عدد من الدول العربية وضيوف المهرجان. وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي إن دولة الإمارات أصبحت اليوم وجهة مثالية للمبدعين من مفكرين وكتاب وفنانين في العالم لما تحتضنه من مشاريع فنية وثقافية وما تقيمه من مهرجانات فنية كبرى تعزز حضورها الإنساني العالمي. وبارك سموه الجهود التي بذلت من أجل انطلاقة مهرجان فني بهذه الضخامة متمنيا لضيوف المهرجان وللمشاركين فيه النجاح في عروضهم الفنية وطيب الإقامة في إمارة الفجيرة. وقام بعدها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتكريم الفائزين بجوائز المسابقة العربية لنصوص المونودراما الدورة الرابعة إلى جانب تكريم رعاة المهرجان. وكان سعادة المهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام مدير المهرجان قد ألقى كلمة باسم الهيئة رحب فيها بالحضور مؤكدا على الجانب الثقافي والإبداعي للمهرجان كما وقدم الأفخم الشكر والتقدير لكل القائمين على المهرجان والمؤسسات والشركات الداعمة للحدث. وشهد الحضور أوبريت إشراقة المجد الذي يحكي تاريخ دولة الإمارات بصيغة معاصرة بأداء من فرقة أورنينا كما يقدم المهرجان على مدى 10 أيام مجموعة من العروض المسرحية والفنية الموسيقية من مختلف دول العالم على مسرح دبل فجيرة ومسرح بيت المونودراما بدبل فجيرة والمركز الثقافي بالفجيرة ومسرح الكورنيش المفتوح بالإضافة إلى بعض العروض والبرامج في قلعة الفجيرة ومسافي والطويين والقرية التراثية والبدية والفجيرة سيتي سنتر. أيمن مصبح، قناة الظفرة.